بضيفنا الأستاذ جمال يعقوب، رئيس اتحاد المعلمين الفلسطينيين في محافظة طول كرم. أهلا وسهلا فيك، وعضو المجلس الوطني. يسعد صباحك أستاذ صباح جمال. الخير، أهلا وسهلا بكم. أستاذ جمال، يعني بالفترة الأخيرة تابعنا أحداث عن الاعتصامات، الاحتجاجات، الإضرابات حول الدوام السكرتارية في المدارس، المرشدين التربويين، بالإضافة إلى أمناء المكتبات والأذني. كيف تنظرون إلى هذا الموضوع أنتم في الاتحاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير للإخوة الزميلات والزملاء المعلمين، صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير لكل الشعب الفلسطيني. بداية، بالنسبة لهذا الدوام الذي ورد لمسامع الفئة التي تحدثت عنها أخيرا، لا نعرف ما هو المبرر لذلك، وبالتالي احتج ذوي الفئات المعنيين بهذا الموضوع وعلى رأسهم المرشدين التربويين وسكرتاري المدارس، وكان الدوام في السابق دوام عادي بالنسبة لهم ويفي بالغرض المطلوب. فتفاجأ هؤلاء الزملاء انه مطلوب من السكرتير يداوم في العطل الرسمية دوام كامل طيلة ايام الاسبوع، والمرشد التربوي ايضا طيلة ايام الاسبوع، والآذن كما نفس الشيء، وأمين المكتبة أيضا مطلوب منه الدوام. ولذلك نحن نرى من هذا المنطلق، يعني ننظر له بخطورة، أنه لا يخدم العملية التربوية، وبالتالي كان هناك احتجاج من قبل اتحاد المعلمين على هذا الموضوع، وتم التواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم، ووعد وكيل الوزارة بحل الموضوع، ولكن بعدما تعثرت المفاوضات مع وزارة التربية والتعليم، كان للاتحاد العام للمعلمين موقفا من هذا الموضوع، بناء على عدم جدوى هذا الدوام. المرشد التربوي، بدنا يعني نبرر ليش احنا الاتحاد قمنا بهذه الخطوة. المرشد التربوي اصلا علاقته وطيدة ومرتبطة مثل المعلم مع الطالب. فإذا الطالب روح على بيته، أنا بدي أجيب المرشد أقعده في المدرسة لإيش؟ والسكرتير أيضا حتى في الدوام السابق له كان يداوم 3 أيام أو يومين، كان الأيام اللي يداوم فيها مدير المدرسة مش موجود فيها، مدير المدرسة يداوم في يوم آخر. وإذا أنا كمواطن أو كطالب أو كولي أمر بدي أحتاج من السكرتير أو من المدرسة أي حاجة، اروح على السكرتير ياجل قضيتي حتى يجي المدير مشان يوقعها. يعني ما الهدف اذا من ذلك؟ فمن هون قرر الاتحاد وبتصريح صحفي، ارجو من الجميع ان يعي ويدرك ماذا قرر الاتحاد، والاتحاد ملتزم بالدفاع عن قراراته. ف نعم، هناك بيانات صدرت، ايوه، في عندنا تصريح صحفي من الامان العامة، ما بدناش نحكي حكي بس بدنا نشوف بالتفصيل. صرح الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بما يلي: بعد تعثر المفاوضات مع وزارة التربية والتعليم حول دوام المدير والسكرتير والمرشد التربوي وأمين المكتبة والآذن في المدارس خلال عطلة نصف السنة والعطلة الصيفية، فإن الأمانة العامة للاتحاد تعلن أن الدوام للمدير يوم في الأسبوع والسكرتير يومين في الأسبوع والآذن 4 أيام في الأسبوع كما كان سابقا، قبل التعميم الذي صدر عن وزارة التربية والتعليم ووزع على المدارس. وفيما يخص المرشد التربوي ينطبق عليه ما ينطبق على المعلم في عطلة نصف السنة والعطلة الصيفية، يعني ينطبق عليه أنه بعطل مثله مثل المعلم المرشد التربوي. هذا بالنسبة لي. السكرتيرين كيف يتم التعامل معهم؟ يعتبروا إداريين وبالتالي دوامهم يجب أن يكون إلزامي. يعني إذا بدك تيجي أنت تفصل إداري ومعلم، أنا بعرف كل من يعمل في وزارة التربية والتعليم هو معلم. نعم. الآن إذا بدنا نقعد نقول إداري ومعلم، الإداري يعني حسب المسميات الوظيفية. نعم نعم. السكرتير هو أصلا يعني من ما عرفنا التربية والتعليم لفترة قريبة، نعم، أصبح اللي يأخذوه سكرتير يكون متخصص بالسكرتيرية. نعم.
لكن قبل أحد معلمين المدرسة كان يكون سكرتير، ما الذي تغير عليه؟ إذن هو مثل مثل المعلم، ما دام يعمل في خلية المدرسة إذن هو معلم. حتى المدير لا يعتبر إداري كامل، هو إداري وفني، إداري وفني. وقبل كم سنة كنت أنا مثلا مدير في إحدى المدارس، كنت أخذ 12 حصة وعلم مثل مثل المعلم في الصفوف. فيعني القضية مش قضية إداري ومش إداري، يعني الإداري في مكتب التربية والتعليم، مكتب التربية والتعليم مفتوح للجميع وجميع فئات المجتمع بتراجعه، جميع الموظفين، جميع الطلاب. إذن المفروض إنه هذا لو جينا حسبناه إداري ومطلوب منه الدوام ماشي الحال. لكن المدرسة اللي ما بتغلق أبوابها ما بيضلش فيه يعني زيادة، بكفي يعني يومين أو ثلاثة للسكرتير إنه يفتح المدرسة. وأرجو أن يكون دوام مدير المدرسة في أحد هذه الأيام، ما يكونش في يوم مغاير، حتى المواطن يتكلف يعطل يومين مشان يروح يأخذ له ورقة من المدرسة. القرار الجديد هو دوام المدير يختلف عن دوام السكرتير؟ دائما دائما هذا بتعرف عليه إنه نعم. السكرتير بداوم أيام غير اليوم اللي بداوم المدير، هذا دائما هيك. وهناك يكون خلل إذن؟ طبعا في خلل. نعم. أستاذ جمال، سمعنا أيضا عن التقاعد، دعنا نقول أن نسميها التقاعد المبكر. كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ هل هو مقلق للموظفين بشكل عام؟ يا سيدي، مدام أنت طرحت موضوع التقاعد المبكر، الليلة اللي مضت جابوا لقاء مع دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض. صحيح. وحكى وأشار إلى ذلك، وحكى لمدة ساعتين ووضح لي كل فئات الشعب الفلسطيني كل شيء. نعم. وأنا يعني بلفت نظري شغلتين بتخصنا إحنا كمعلمين، ما تبقى إحنا ما لناش علاقة فيه، كيف بدهم يوفروا فلوس، كيف بدهم يعملوا دخل. إحنا بعنينا نقطتين اللي هن قضية التقاعد القسري أنا بقول عنه وقضية الضرائب. أولا خلينا نبدأ بنقطة الضرائب. الضرائب طمن الدكتور سلام فياض عامة الموظفين إنه اللي دخله بوصل لحد 125,000 شيكل في السنة، طبعا يعني راتبه الشهري بده يتجاوز 10,000 شيكل مش راح ينطبوا فيه. إحنا من ذوي الدخل مش بس 10,000، اللي دون الأربعة والثلاث كمان. ولذلك إحنا ضريبيا مش راح ينطبوا فينا نهائيا. أما بالنسبة لقضية التقاعد القسري فكان في لمجلس الوزراء دراسي حسب ما حكاه، وإحنا كمان لما تابعناها مع الحكومة حكونا إنه هذا عبارة عن دراسة، كانوا ناويين يحيلوا للتقاعد 26,300 موظف. موظف ما كلش معلم ومعلم، موظف. وحتى 26,300 موظف ينطبق عليهم شرطين. أول شرط اللي هو يكون كمل 15 سنة في الخدمة وعمره فوق 45 سنة، بعيدا عن وزارة التربية والتعليم والصحة. وأيضا يعني هو بعيد عنا نعم، لكن أول ناس وقفنا له في المرصاد نحن. ليش؟ ليش؟ لأنه ما بنقبل إحنا إنه يمس في شريحة الموظفين المظلومين أصلا. أنا أكون موظف أتقاضى راتب مثلا 2,500 شيكل ولا 3,000 شيكل، أقوم الصبح ألاقي حالي مش في الوظيفة وأنا مبرمج حياتي وأموري وعندي طلاب في الجامعة وعندي قروض وعندي كذا وعندي يعني مسؤولياته، مبرمج راتبه على مسؤولياته يدوب يقدر يمشي حاله، يقوم الصبح يلاقي حاله براتب 50% من راتبه. لأنه اللي بكون له 15 سنة في الخدمة أنت بتعطيه 2% عن السنة، هو بيطلع له راتب تقاعد 30%، لكن هم قالوا على ألا يقل عن 50%. فالحكومة يعني قالوا انه يعني هذا بعد ما رجعناهم وتناقشنا معهم بهاي القضيه، نحن وايضا نقابه الموظفين العموميين قالوا يا عمي هذا شيء مش قرار، احنا هذا مشروع بندرس فيه بس بدنا نشوف كيف ردود الفعل. هسه ردود الفعل كانت قويه وكبيره على هذا الموضوع، فهم مش رايحين يطبقوه. اوعدنا الدكتور سلام فياض مش من خلال حديثه على التلفاز في الليل الماضي، لا اوعدنا شخصيا انه هذا الكلام لن يطبق. لانه قضية التقاعد انا اذا بدنا احنا نوفر على الحكومة
أرجو أن يكون تكون قضية التقاعد اختيارية، يعني أنت بدكم تقاعدوا قصريا هذا العدد الهائل اللي أنا قلت عنه، مع العلم أنا بروح على بدخل على قاعد مدارس مشان قضية الانتخابات، بسمع من الزميلات المعلمات خاصة رغبة في التقاعد، وما فيش حدا موافق لهم على التقاعد. يعني أنا إذا ما أعمل اختياري وألاقي من جمهور الموظفين من يتقاعد، وكمان مش بس بقول له تعال اختيار التقاعد، بحفزه بعطيه مثل ما أعطوا الأمن سابقا إنه تعال تقاعد وخذ راتب كامل. أنا بديش أتقاعد وأخذ راتب كامل، قاعدني وأعطيني 75%، قاعدني وبكر باختياري. أنا بقدر أختار، لكن إنك تجبرني يعني تعمل خلل في حياتي الاقتصادية وحياتي المعيشية أنا وعائلتي، هذا كلام مرفوض ما بيقبله أي إنسان. نعم. لو أردنا الحديث الآن أستاذ جمال عن اتحاد المعلمين تحديدا والانتخابات، تعطينا فكرة عن استعداداتكم للانتخابات في المرحلة القادمة؟ سؤال جيد وفي مكانه، ونحن الآن في صدد هذا الموضوع، وكان في إلنا بيان وزع على المدارس عن طريق بريد المدارس ووصل جميع المدارس عن الانتخابات، أنها ستبدأ هذا في العام 2011، أنها ستبدأ مع بداية العام الدراسي اللي إحنا أوشكنا على نهاية الفصل الأول منه، يعني تبدأ في أول شهر 9 ونتوجها بعد ما تكون اكتملت في جميع المحافظات بالمؤتمر العام في 14-12 اللي هو يوم المعلم، وكنا نهدف لذلك انه بيوم المعلم انتفاضة المعلم ان نتوج فيها المؤتمر العام اللي يعقد لأول مرة في الوطن. وللأسف انت لما بدك تعمل انتخابات بدك ترتب صفك، بدك تشوف مين هم أعضاء الاتحاد. كان الاتحاد والسلطة الوطنية في الخارج، كانت منظمة التحرير في الخارج، كان المعلم الفلسطيني في داخل الضفة الغربية وقطاع غزة معفى من شيء اسمه اشتراكات، معفى. من يوم ما أجت السلطة على الوطن أصبح ملزم، أو في هناك قرار بالإلزام كل معلم أن يكون مشترك في مؤسسة ضخمة مثل مؤسسة اتحاد المعلمين، والتي تقوم بخدمة المعلمين في كل الظروف. والخدمات التي قدمها الاتحاد العام للمعلمين لا تحصى ولا تعد، يعني لا يمكن حصرها بدقائق. نعم. من الكلام من خلال استعداد مسيرته بالضبط. نعم. فاتحاد المعلمين يقف للمعلم في كل أحواله، مش بس المادية. هسه قبل شوي كنا نحكي عن دوام، يعني احنا بنتامل من وزاره التربيه والتعليم لما بتاخذ قرارات تكون دقيقه، يعني ما بصيرش برضه احنا قانون، يعني بصيرش نفرض حالنا مكان الوزاره، لكن مرات بيضطرونا الى اخذ بعض الامور مثل دوام يوم السبت، مثل 45 دقيقه للحصه الى اخره. ف يعني كان ترتيب الصف لم يكتمل، حتى بدي اقول لك كان ضعيف جدا، انه المعلمين يسارعوا في الانتساب والاشتراك. نعم. ودفع الاشتراكات للاتحاد، اتحاد المعلمين، حتى إن نستطيع نجري الانتخابات. إحنا معنيين بإجراء الانتخابات ما فيها نقاش. نعم. فاللي أجل الموضوع عدم التزام المعلمين بالإسراع بتسديد الاشتراكات. فعملنا تمديد لهذه الاشتراكات لنهاية الفصل الدراسي اللي إحنا فيه، يعني ليوم الثلاثاء الجاي ل 17 شهر. فإذا اكتمل، بديش أقول النصاب كامل، إذا وصلنا 50% زائد واحد. نعم. من المشتركين في الاتحاد، فتجرى الانتخابات على طول، بنجتمعوا بنعلن برنامج بتواريخ للانتخابات في المحافظات كلها، مبتدئين بالخليلي في المدرسة ومنتهيين في كل محافظة على حدة لهيئة إدارية لاتحاد المعلمين، ومنتوجها كمان بالمؤتمر العام، بيكون برضو بنفس الجلسة وبنفس، بنحدد التواريخ كاملة. نعم. وأرجو أن لا نصل إلى التأجيل مرة ثانية، أرجو ذلك يعني. فأنا بناشد الإخوة والزملاء والزميلات إنهم يسارعوا في قضية الاشتراكات، وإحنا يعني نستقبل قاعدين الاشتراكات. وهذه الاشتراكات بدي أحكي عنها يعني حتى يفهموها، الاشتراك إما بدفع 60 شيكل عن عام 2012 وعفى الله عن ما مضى، مش راحين نحاسب على اللي فات، عن سنة 2012 من 1/1/2012 60 شيكل عن عام 2012 كاملا،
مقابل إيصال رسمي من الأمانة العامة، أو بعبينا تفويض بنكي وموجود التفويض البنكي في جميع المدارس. أنا بعثوا للمدارس قبل فترة يعني على قضية الانتخابات الأولى اللي حكينا عنها قبل ما تأجل، ووصل جميع المدارس هذا التفويض البنكي، بفوضنا أو بفوض البنك إنه يخصم عليه 5 شيكل شهريا. وهذا التفويض يعني ليس إلزاما على طول، أيضا هو ملزم لشهر أو لعام 2012 لعام 2012، مثله مثل اللي دفع عن عام 2012. بعد ما تنتهي عام 2012 بإمكانه أنه ينسحب إذا ما عجبوش الوضع، يوقف تفويضه بكل بساطة عن طريق البنك. بكل بساطة بيستطيع أن يوقف التفويض، وإذا ظل معجبه أن يكون هو عضو في هذا الاتحاد يستطيع أنه يستمر. واللي دفع فلوس بيستطيع أنه يجدد الدفع مرة تانية. فأرجو من الزملاء والزميلات أن يسارعونا في هذا الموضوع. وبدي أفصلكم الخمس شيكل، يعني أنا بدي الكل يعرف، فيه كثير طبعا إحنا في الميدان ونسمع إنه شو لكم تعملوا فيها هاي الفلوس. صحي شوية، لكن هي بتعمل مبالغ لجمهور المعلمين. شيكل منهن مصروف للاتحاد في المحافظة، خلينا افترض إنه مشتركين 1000، أنت بتحكي عن 1000 شيكل، بدك منهن كهرباء ومية وكرطاسية وتصوير وتليفون وسكرتيرة وأجرة مقر. يعني أنا بقول مش الألف والألفين كمان بصرفنش على مكتب، لأنهم قاعدين. إحنا منقول هذا المكتب بخدم 2600 معلم ومعلمة، إحنا منقول 2000 و3000 بصرفنش عبيت. إذن هذا مبلغ قليل جدا. وبدي أقول يعني كمان الشيكل الآخر، شيكل تاني للأمانة العامة حتى تكون بواجبها المركزي تجاه المعلمين، ومن ضمن من خلال احتفالات وتكريم ومواصلات تليفونات من جميعها تحتفل يعني شغل مركزي. وثلاث شيكل هذولا من المحرم أن تمد اليد عليهم. هذا اسمه صندوق للمعلم الفلسطيني. هذا الصندوق حتى لو أني أنا في محافظة ما كفاني الشيكل اللي أنا بدي أخده من ريع هذه الاشتراكات، لا يحق لي اني اقول انا والله مديون او بحاجه لفلوس وبدي من الصندوق. لا، هذا الصندوق هدفه شيء اخر. هذا صندوق للمعلم، يستطيع ان يقترض من المعلم. احنا في عندنا بيان من 7 اوراق يطلعوا عليه المعلمين، وموجود في كثير مدارس، لكن برضو يعني يتعاونوا مع بعض وياخذوا من بعضهم البعض قدر المستطاع، وخلينا نكون كلنا خليه واحده نشتغل مع بعض. البعض بتوضح هذا البيان، بوضح الثلاث شيكل كيف يعني قروض إسكان جمعيات إلى آخره، زائد يعني قضية الثلاث شيكل هذه ممكن نعمل منها أشياء كثيرة، ونأخذ من المعلمين أفكارهم اللي برضو ممكن إحنا نتوج اللجنة المالية اللي بتكون في محاسب قانوني إلها، نضيف على الأفكار اللي إحنا اجتهدنا فيها. أشكرك أستاذ جمال، على ما يبدو هناك متابعة للحديث في هذا الموضوع أكثر وأكثر، وإن شاء الله بنستضيفك في الأيام القادمة للحديث عن كل هذه المواضيع من خلال شاشة تلفزيون الفجر ومن خلال أيضا معكم.